happy flowers. الله. ما كنتش عامل فونيس قد عدلت ديك الميكروفون هذا مزيان. شتاك تنقط وانا ما كنشوف شي مزيان اللي كيضب من نظرك كتعرف درايم وماشيين في يد الله الحمد لله على النعمة ديالو. سبحان الله فين وصل الدنيا في هاد الجهة هادي ديالك سبحان الله. ايام كطير اصاحبي البارح الدنيا كانت خاويه هنايا كسرى أصلاً رودي آخر صار صغير فهمت الشارع في شارع واحد فيه ندخلو ولا ما ندخلو بدات كتنقط خصنا نسلكو بحالنا ما فيها مي ما يتفزك كامل اش مشكلة الصرول الصرول ما معايش هنايا دياخور ديال ما فهمت اصلا فهمت حتى كصدورة على من تجبدها وتلبسها تكون تفزكتي كامل فكرة من ياخر من داك الجبل من قصر صغير من داك الجبل د موسى جبل موسى فيه كاين 16 كيلومتر كاين 16
13 كيلومتر كاين بالحساب. هذا الشيء اللي كاين هنايا على يتند اليمين كامل غادي تقلع فهمت، خاص تكون عندك هنايا الدار ولا كذا فهمتي، اش اللي جات على البحر كلشي غادي تقلع جهة البحر فهمت. يا خي ديالي فوق فين وصل فوق يا خي، كنت فكرت غنجي على اوتوروت غندخل على اوتوروت، ولكن فكرت في حاجه وحده هي بحر فهمتي، اش ما نشوفش بحر الا قلت على اوتوروت فهمت، ماشي بحال من هنايا سبحان الله العظيم مسكينة واعرة عندها دخانة نتاع. هاد الشيء البات فهمت اشياء ماشي تشار هايدة فهمت، الحمد لله الخيرات الله دلع هاد العام، هذا العام ديال الخير نشربو شي كاس داتاي فم النهار ان شاء الله يا ربي نلقينا بالروح، ما نصليو العصر ساعة غنمشيو حنان الدار خيرات كوبراني بها عايش، كوبراني جور بهم عايش، يعيش وليداتو داك الحليب اللي كيبيع وكدا وغادي، الله يسهل عليه الكوبري ويسهل على جميع المسلمين. هاد السوق اللي عملولهم هنايا واعر، عملولهم السوق قريب وهنايا بناو الناس قدام بعطياتهم والسوق فيه فهمتي اش الحاجة عادية وفيه فهمتي جبر كلشي بلدي تقريب، الشوايات
شوية الدلحم. سبان ياخر شنك عاد شي دلحم يودي اخي شوهم الشمايت فهمت مخير. الى ما كانش كيعاود اي واحد مني وجبد، الى ما كنتش كنعرف واحد مزيان وكذا وهادي ما ناكلش عنده. وراني كامل اوتوستوب ما عندي كيفاش نعمل فهمت. كان عدار وكدا وغادي فانسي ما عندي شي كاسكا اخر جبتو شي معايا سي لو وقفونا ولا كدا فهمتي عندهم الحق. كيقول لك الانسان ملي كيركب معاك انت هنا كتحمل المسؤولية ديالو. ما عنديش كاسكا اخر فهمت. تركتني شحال هادي هاد البلاصة كانت كاملة ساخت. الشرقي كيهز يديه انا فيديو ساخوتي كنزلو مطوالين بالعاني علاش ما عنديش ياخر شنو كيعيطو له بيسي ما عنديش وداك الموقع في التليفون اللي كتقطع بيه كتقطع فهمتي واش كاريتي كاين قسم التصوير فهمت. دابا انا عاد بديت انت وما كتعرفوا شني كاين ونتمنى الله سبحانه وتعالى يفتح علينا في ان شاء الله.